أطلقت مجموعة من المدرسين والكوادر التعليمية في الشمال السوري مبادرة مسارات للتعليم عن بعد بسبب وباء كورونا. المنصة التعليمية تتضمن إعطاء دروس للطلاب عن طريق الإنترنت أونلاين، يستطيع من خلالها الطلاب التفاعل بشكل مباشر مع المدرسين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بعد سنوات من المآسي التي يواجهها الأطفال السوريون، بداية من تشتيت شمل أسرهم إلى التهجير، نهاية بانتشار فيروس كورونا مما جعل عجلة الحياة تتوقف لينتقل التعليم إلى العالم الافتراضي. مجموعة من المدرسين والكوادر التعليمية أطلقوا مبادرة لنشر المعرفة عن بعد بين السوريين تحت عنوان مسارات، مستهدفين طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في الشمال السوري مجاناً عبر منصة تعليمية إلكترونية. أنا قطعت عن الدراسة بسبب الحرب ونزحت على إدلب وانقطعت عن التعليم، وسبب تاني كان فيروس كورونا وتسكرت المدارس وما بقى أحسن أتعلم. قامت مبادرة مسارات بحجز ما يقارب 500 مقعد من شركة مايكروسوفت، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية مع بداية العام الدراسي المقبل لتبدأ بتعليم الطلاب من الصف الأول وحتى الثالث ثانوي. لجأنا إلى مسارات بسبب ظروف الحرب وانتشار الأمراض والأوبئة، وأصبحت مسارات بمستوى المدرسة الافتراضية، وتجمع الآن في باحتها ما يقارب أو يزيد عن 300 طالب يتلقون تعليمهم عبر منصتنا. الفترة التالية انطلقت الدروس بشكل تفاعلي بث مباشر على برنامج مايكروسوفت تيمز. الآن تجاوزنا جزء كبير من هذه الدروس وأصبح لدينا تقريبا حوالي نصف المنهج جاهز على شكل دروس بثت على هذا البرنامج ومخزن أيضا في هذا الموقع. انطلقت مسارات في نهاية شهر آذار مارس 2020 بعد التشاور مع مختصين من مختلف المجالات العلمية في محاولة لإضفاء جودة عالية على العملية التعليمية برفقة أحدث أدوات تقنيات التعليم، ساعية للوصول إلى كل طفل في كل بيت أو حتى خيمة. للحديث أكثر عن هذه المبادرة معنا مدير مبادرة مسارات محمد العمر. مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. كيف بدأت فكرة المبادرة؟ خلينا نبدأ. حقيقة المبادرة بدأت في من شباب متطوعين سوريين موجودين خارج سوريا، كان هدفهم الأساس هو تقديم يد العون لطلابنا بعد التهجير القسري وبعد انقطاع طبعاً التعليم، ثم وجود وباء كورونا في الدول المجاورة الذي أدى إلى إغلاق المدارس. طبعاً صار في عندنا فجوة كبيرة في التعليم، وهذا ما وضع اهتمام أكبر بهذا المشروع، وكانت المبادرة في نهاية شهر آذار للتعليم عن بعد لطلابنا في شهرتي التاسع والبكالوريا. الفكرة توجت بمبادرة شباب متطوعين أيضا بالتواصل معهم بالداخل، كانوا زملائي من المدرسين. الوضع الآن بعد انطلاق هذه المبادرة لاستهداف طلاب التاسع والبكالوريا لاقتراب موعد الامتحان، طبعا امتحان الشهادات. طبعا الصفوف الانتقالية كما نعلم صدر قرار من التربية بنجاح جميع الصفوف الانتقالية، أما شهادتي التاسع والبكالوريا فلديهم الآن امتحان في الشهر القادم، ولذلك ركزنا جهودنا بمساعدة زملائنا المدرسين طبعا من الاختصاصات كافة لاستهداف أكبر عدد ممكن من طلاب وطالبات الصف التاسع والصف الثالث الثانوي. طيب سيد محمد، يعني كيف قدرتوا تجهزوا من حيث يعني لوجستيا أو الكوادر، كيف قدرتوا تجهزوا كل هالأمور؟ حقيقة لا يعني
لا يخفى عن علمكم صعوبة في الوضع الآن نحن لدينا في الداخل، ولكن بجهود مباركة من زملائنا وشباب متطوعين سوريين في خارج البلاد وبإمكانيات متواضعة صراحة انطلقنا في مدينة إدلب ونستهدف جميع الطلاب السوريين في الصف التاسع والبكالوريا في كل مناطق سوريا وحتى خارج سوريا ممن يتقدمون إلى فحص الشهادة. طبعا البداية كانت بمشاركة ومساهمة المدرسين في مجموعات الواتساب لجمع أكبر عدد من الطلاب وإعطائهم لمحة عن برنامج الذي سنستخدمه وهو مايكروسوفت تيمز الذي يتم بث الدروس بشكل مباشر عليه. هذه الدروس تتم بشكل تفاعلي، يمكن للمدرس أن يعطي صوت وصورة ويشارك معلومات الشاشة على البث المباشر، وبنفس الوقت طلابنا يمكنهم المشاركة بالأسئلة والتفاعل والمناقشة وهي بالحقيقة مبادرة. يعني هل هنالك كم معقول من المدرسين؟ لدينا الآن اختصاصات في الصف الثالث الثانوي التي نقوم بإعطائها هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، الفيزياء والكيمياء وهذه المواد والعلوم الطبيعية أيضا، إضافة إلى نفس المواد نقوم بإعطائها للصف التاسع. جميل. لدينا كادر متخصص في الصف التاسع وكادر متخصص في الصف البكالوريا. نعم مستند الفكرة أستاذ محمد، في شروط معينة لحتى يتم قبول الطلاب أو أي طالب ممكن يقدر يتقدم على هذه المبادرة؟ لو سمحت السؤال إعادة السؤال بصوت أعلى. نعم، في شروط معينة لقبول الطلاب يعني أو أي طالب بكالوريا أو تاسع فينه يقدم لحتى يقدر يدخل معكم الدروس؟ حقيقة الأمر متاح لجميع الطلاب، نحن لدينا مجموعات على الواتساب عامة لجميع الطلاب، يمكن لأي شخص لأي طالب طبعا في الصف التاسع أو في البكالوريا الانضمام إليها، ومن ثم نقوم بإنشاء إيميل وكلمة مرور للطالب على برنامج مايكروسوفت تيمز للدخول والالتحاق. كم بلغ عدد الطلاب المشتركين اليوم؟ الطلاب؟ كم بلغ عدد الطلاب المشتركين معكم؟ حالياً نحن الآن في منصة مايكروسوفت تيمز لدينا 327 طالب الآن الذين يحضرون الدروس، ولدينا طلبات قيد التنفيذ حوالي 75 طلب الآن يتم تنفيذها. حقيقة نحن في مرحلة تأسيس لهذه المبادرة، وقرب موعد الامتحانات أدى إلى الإسراع في قبول هذه الطلبات، ونطمح إن شاء الله في المرحلة القادمة لأن تكون الأعداد أكبر، لأننا بإمكاننا زيادة هذا العدد حسب إمكانيات الموقع، لأنه يمكن زيادة عدد الطلاب إلى 5000. طبعا هذا الأمر متاح وإن شاء الله سنسعى له في المرحلة القادمة إن شاء الله. طيب سيد محمد، يعني كيف عم تتم العملية التعليمية؟ شو التفاصيل خصوصا فيما يتعلق بمثلا تعليم المواد العلمية؟ طيب نحن الآن في البداية لدينا المنهج الإلكتروني الذي نقوم بتدريسه وهو منهج الحكومة السورية المؤقتة. هذا المنهج متاح بشكل PDF على النت، نقوم بأخذ المحتوى وصياغته على شكل محتوى علمي إلكتروني لكل درس. طبعا يقوم المدرسين مشكورين بجهد كبير جدا في هذا المجال لتحضير كل درس بمحتوى إلكتروني وتقديمه على شكل صورة أو نص تفاعلي على الشاشة. طبعا هذا البرنامج يتم باستخدام مشاركة الشاشة، يعني الشيء الذي يعرض على شاشة الكمبيوتر يراه الطالب من الجهة الأخرى، ويمكن مشاركة هذه الشاشة بالإضافة إلى صوت المدرس الذي يقوم بشرح هذا النص بشكل يعني يوصل هذه المعلومة إلى الطلاب. طبعا في المرحلة الأولى هي مرحلة تجهيز المحتوى العلمي وتحضيره على اللابتوب ومن ثم عرضه
وإتاحة الاجتماع أو ما يسمى الحصة الدرسية للطلاب ودعوتهم إلى حضور هذه الحصة. نعم. يكون طبعاً ضمن برنامج مسبق. ذكرت حضرتك يجب وجود اللابتوب أو الكمبيوتر، هل هذه الأجهزة الإلكترونية متوفرة لدى الطلاب مثلاً بالمخيمات؟ البنية التحتية، الإنترنت، هل متوفر؟ لا أعتقد هكذا اجتماعات تحتاج إلى سرعة عالية من الإنترنت. أحسنت، سؤال حقيقة سؤال مهم جداً. نحن الآن نواجه طبعا صعوبات لا ننكرها، هذه الصعوبات تتمثل في توفير النت القوي أو السريع للطلاب وأيضا الأجهزة المناسبة. حقيقة الطالب يستطيع استقبال الدرس على جهاز الموبايل الهاتف، هذا متاح لأنه المستقبل يستطيع بسهولة استقبال هذا الدرس وهذا البث، ولكن نواجه مشكلتين حقيقة، وهي أحد المصاعب التي لابد منها في أي مبادرة أو أي مشروع، لأننا في واقع هنا واقع صعب حقيقة كما ذكرت في المخيمات وفي أماكن التهجير القسري والنزوح. لدينا قسم جيد من الطلاب تتوفر لديه هذه المقومات ويمكنه استقبال الدرس والمشاركة، وقسم أيضا يعاني من صعوبة النت أو انقطاعه أو ضعف الأجهزة أو ضعف النت. حقيقة لذلك نحن اخترنا هذا البرنامج، برنامج مايكروسوفت تيمز يتيح خاصية مهمة جدا وهي خاصية تسجيل الدروس، يعني أن الطالب الذي لا يستطيع حضور البث المباشر بإمكانه أن يحضر، أن يدخل إلى الموقع وباستخدام الإيميل الذي زودناه به وأن يحضر التسجيل أو يشاهد التسجيل للدرس كاملا مع تفاعل وأسئلة الطلاب. جميل. طيب سيد محمد، شو هي الصعوبات اللي عم تواجهكم اليوم أثناء العملية التعليمية؟ طبعا نحن صعوباتنا هي صعوبات جميع السوريين في المناطق المحررة حقيقة. الصعوبات تبدأ بانقطاع الدعم عن التعليم وعمل غالبية المدرسين والمدارس بشكل متطوعين، أزمة التهجير القسري التي مرت بالمنطقة في خلال الأشهر الماضية، وباء الكورونا الذي أدى إلى إغلاق المدارس. نحن الآن لدينا مستجد في مشروعنا وله ذكرناه الآن، من ضعف النت ومن ضعف الأجهزة أيضا ومخيمات النزوح التي قد لا تتوفر فيها هذه التجهيزات. الآن نحن في هذه الحالة نحاول معالجة هذه المشاكل بقدر المستطاع. نحن يمكن أن نتجاوز بعض المشاكل التقنية، ممكن أن نساعد بعض الطلاب، ولكن مساعدة الجميع والوصول إلى الجميع تحتاج إلى جهد وإلى يعني إلى تضافر جهود حقيقة أكبر عدد ممكن من الأشخاص المقتنعين بهذه الفكرة. نحن قدمنا مبادرة، وهذه المبادرة تحتاج إلى أشخاص مؤمنين بها، ويمكن لهم أن يعني يكونوا جزءا من هذه المبادرة وأن يكونوا حقيقة جزءا من هذا المشروع الذي هو يقدم يد العون للطلاب السوريين. صحيح. نحن طلابنا بحاجة إلى أغلب يعني أغلب مقومات العملية التعليمية، لا مدارس، لا مقاعد، لا أبنية مدرسية. الحقيقة انقطاعهم عن التعليم يؤدي إلى كارثة مستقبلية. نحن لا نريد الوصول إلى هذه النقطة، نحن نريد معالجة المشكلة مسبقا ونكون جزء من هذا الحل على قدر المستطاع وعلى قدر الإمكانيات التي تتاح لنا من خلال هذه المبادرة ومن خلال أشخاص قد يكونوا مؤمنين بهذه الفكرة يمكن أن ينضموا. صحيح، يعطيكم العافية. خلينا نحكي شوي عن أبرز احتياجاتكم لاستمرار هذه المبادرة. الصوت لم يصلني لو سمحت. أبرز احتياجاتكم أستاذ محمد لاستمرار هذه المبادرة. نعم نعم، نحن الآن في مرحلة تأسيس صراحة، وهذه المرحلة أهم ما فيها التجهيزات اللوجستية. طبعا نحن هنا الآن بدأنا بإمكانيات متواضعة في مكتبنا في مدينة إدلب وإن شاء الله مستمرين بها، ولكن على الجانب الآخر اللي هم الطلاب حقيقة نحتاج إلى جهد كبير لمساعدتهم، من تزويدهم مثلا ببطاقة النت على سبيل المثال أو مساعدتهم بالأجهزة التي يمكن أن يستقبلوا عليها الدروس كجهاز موبايل مثلا أو يمكن اشتراك نت. الأمر الآخر هو يعني إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب
بمثلا المناطق البعيدة أو المناطق التي يمكن أن نصل إليها حقيقة، نصل إليها بالنت ونصل إليها بالتعليم عن بعد، ولكن لا يمكن أن نصل إليها فيزيائيا. هذه الفرصة يمكن أن تتاح لجميع الطلاب. نحن الآن في المناطق قلنا يعني أخيرا سيد محمد، قد ايه متوقعين بآخر هالسنة يكون في عندكم عدد؟ حقيقة نحن نطمح إلى إغلاق العدد بشكل كامل صراحة، إن شاء الله. وهو المتاح 5000. عذرا لضيق الوقت سيد محمد العمر مدير مبادرة مسارات، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق الدائم. شكرا لك، وشكر لكل اللي شافونا اليوم. لهون بتخلص فقرات البرنامج سيريا دوت تي في لمزيد من المواضيع، وأيضا على منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.